بقلب مؤمن بقضاء الله وقدره، تلقينا انقلاب شاحنة عسكرية تابعة للجيش الوطني الشعبي بمنحدرات ولاية جيجل، مما أدى إلى وفاة عسكريين وجرح الآخرين. نتقدم إلى ذويهم بأجر التعازي وإلى عائلات الجرحى بالشفاء العاجل. نرجو من الجميع الترحم على شهداء الواجب الوطني. أنا الشهيد عبد الكريم سوكو من ولاية جيجل، موسى مرزوق من ولاية أم البواقي، مراد يوبي ولاية تيارت، وبنزية فارس ولاية المسيلة، برزاق بوزي من عين ولاية أم البواقي. إنا لله وإنا إليه راجعون، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.